انا عندي 30 درجه، انا عندي 30 سنه، اعجبت ببنت وحبيتها. مشكلتي ان لما رحت سالت على اهلها لقيت باباها واخوها الناس بتتكلم عنهم وحش جدا، ومامتها متوفيه. رحت حكيت لاهلي، اعترضوا طبعا، بس والدي قال لي القرار ليك في الاخر. وبصراحه البنت كويسه جدا ومحترمه جدا، بس انا خايف من الكلام اللي سمعته انه بيأثر على ولادي في المستقبل، اتصرف ازاي؟ هي ملهاش ذنب وما قالش الكلام الوحش. ما انا عايزه اعرف الكلام الوحش، يعني مش عارفه الكلام برضه. الوحش ده مثلا حراميه، الكلام الوحش ده سيره مش كويسه، بياخدوا حاجات. ما انا مش فاهمه ايه مدى، برضو مهم قوي انك وحشت إيه مدى الوحاشه. وانا دايما اقول ما بحبش اخد حد بذنب حد بصراحه، يعني انا ما اعرفش. انا هي حته طبعا ان يبقى جد ولادك وخلانه سيئين السمعه هيأثر على ولادك، طبعا هيأثر، مش هقول مش هيأثر، لكن في نفس الوقت لو انت فصلت القوات، اللي هو بقى سمعه وحشه ويعني ناس مش كويسين، ما اعرفش انا ايه السمعه، بس يعني وات ايفر، ان يكون سمعه مش كويسه تمس ولادك، يا اما هتاخدها وهي مالهاش علاقه بالناس دي خالص وتفصل القوات نهائي، الناس مش كويسه، يا اما تعيد النظر. انا ما اقدرش أحكم. بس انا ما بتقليش ان الموضوع بالسوء ده ليه؟ لان والده قال له ايه؟ والله القرار قرارك انت حر. ما انا بقول لو كان الحكايه جامده كان اقول له لا يمكن، كان على كان والده قال له ايه؟ لا طبعا احنا مالناش في في الناس دي، يعني ممكن يكونوا شداد، لا رخمين، ما مش عارفه، ما انا لازم كان يقول لنا ايه. ممكن تبعت تاني، معلش ابعت تاني سؤال وقول ايه عشان نقدر نقول لك ولا لا، لكن كده انا مش عارفه ارد، مش عارفه دي رد نهائي. عارفه هو بصرف النظر عن الناس دي، لكن دايما ما بحبش اخد حد بحق. هم حد. ايه مشكلتهم؟ يعني واضح ان انت عندك مشكله مع اللي اتقال، يعني المشكله عنده هو مع اللي اتقال. بس هو قال بنت محترمه وكويسه. ايوه ماشي، بس عنده ازمه، هو بعت لنا لانه عنده ازمه. ما هو لازم يتوتر برضه يا شيري، لانه انت برضه عيله بتتجوز عيله، ده جواز، فالقرار عندك انت، لا عند بابا ولا عند اي حد، انت اللي تقرر عايز تكمل ولا لا، على حسب انت قدرت المشكلة جواك ازاي. واتش إت.